اليوم جينا طبعا كما العادة الجبهة الاجتماعية تدعو إلى هذه الوقفة ضد الغلاء. احنا اليوم في الحقيقة متدمرين، كل مرة كنقولوا نفس الكلام. اليوم العيد على الأبواب، العيد الصغير ها العيد الكبير على الأبواب. كنتمناو أنه فعلا الحكومة تاخذ بعين الاعتبار يعني هذا الشيء اللي واقع، وكفى من الكذوب. يعني حتى حنا كنعيشوا كذبه كبيره، الناطق الرسمي كل مره كيخرج يقول لنا كلام في التلفزيون، طبعا الرسمي اللي ما غاديش نبقى نقول مشري ولا شي حاجه، ولكن للاسف كيتروج شي حاجات كاذبه، وكنمشيو للسوق كنلقاو الحاجات يعني غاليه. في النهار اللي زادوا لنا الزياده كانوا كيزيدوا لنا لو دوبل، يعني الحاجات زادت من 5 دراهم رجعت 10 دراهم 12 دراهم، ومني كينقصوا لنا كنقصوا درهم. دونك وكذلك هذا كنعتبروه تطبيع مع الـ مع مع الـ مع هذه الحاله ديال الغلاء. نهار اللي كينقص درهم المواطن كيفرح، وبالتالي كنقولوا كفى من هاد من هاد من هاد السياسه ديال التعزيم وديال التفقير ديال الشعب المغربي. اليوم ما فهمناش لحد الان، ما بقيناش عارفين احنا كطبقه متوسطه هاد الطبقه الهشه ولا الفقيره، احنا الان يتم تفقيرنا، واللي احنا اللي كنا يعني كنحركوا العجله ديال الاقتصاد في البلاد. كنت سائل كذلك كيفاش اليوم هاد الحكومه اللي رئيس الحكومة هو أرشي ملياردير، واحد رجل أعمال كبير، علاش ما كيتنازلش على على الأجرة ديالو؟ علاش ما كيتمش يعني البرلمانيين ما كينقصوش من الأجرة ديالهم إلا كانوا فعليا هما مواطنين بحالنا؟ وبالتالي هذه كاينة أزمة في العالم وفي المغرب، علاش ما كيحاولوش حتى هما يتضامنوا مع بلادهم؟ أو لا خاص يتضامن معاهم غير الطبقة المتوسطة وخلاص، الفقراء راهم فقراء، دوك دائما فقراء. إذا هذا شيء زعما يدمي، وحنا كنتمناو أن الملك راه الملك اللي دابا خصو يتدخل، أما الحكومة راه دايرة الأذان الصماء، ما بقيناش عرفنا، ما بقاتش سمعانا، ما عرفتش أنايا فين غادي بينا. الآن كاين هاد المنظمات اللي حقوقية كالجبهة أو كالنقابة ديال السيد الكونفدرالية اللي هي داعية إلى إضراب عام يوم 18 أبريل على ود بزاف ديال الملفات ومنها هذا الغلاء. ما بقيتش عرفت انايا فين باغيين يوصلوا، واش بغاو حتى الشعب يتفرقع، واش بغاو حتى تخرج الامور عن 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 المالوف ديالها، وما تبقاش هذا السلم اللي حنا عايشين فيه. حنا هذه بلادنا وما غادي تنزلوش عليها، وهذوك المخططات ديالهم، المخطط الاخضر اللي هو اسود واللي هو كحل هذه البلاد، واللي كنعتبروا انه كان فيه تهريب لا 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 تهريب الماء من بلادنا، كذلك كنعتبر على انه العيد خاصهم يوقفوه، العيد الكبير ما خصوش يكون، لانه كيفاش هاد الناس اللي كياكلوا اللحم كياكلوه غير من العيد للعيد. كاين الناس اللي كتشري الحولي ولا حتى كيعطوها الناس اللي عندهم الامكانيات، وحنا كنعتبروا راسنا دوله اسلاميه، فين هو هاد الزكاه؟ فين هما هاد الناس اللي عندهم الفلوس؟ وبالتالي احنا عيينا وكنتمناو انه الملك يتدخل ويقول كلمة ديالو. شكرا. هذه الوقفة على المستوى الوطني قررتها السكرتيرية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، قررت هذه الوقفة على المستوى الوطني في ساعة واحدة في يوم واحد من أجل التنديد بهذه الأسعار المرتفعة ومتتالية دون أن تشهد لا قليل ولا كثير من هذا، إنما تشهد الكثير ولا القليل من التخفيض، لا على مستوى المحروقات وعلى المستوى كذلك المواد الغذائية في مختلف أنواعها. لذلك نقف اليوم
من مختلف شرائح المجتمع الوطني المغربي نقفوا للتنديد ولهذا ولإشعار كذلك المسؤولين والوطنيين ولإشعار الشعب المغربي أننا ما زالين واقفين ضد هذه الزيادات المتعللية الغير مبررة والتي نددنا بها ورأسنا فيها المسؤولين في الحكومة من أجل التراجع على هذه الزيادات في مختلف اللحظات من أجل اطمئنان الشعب المغربي على مدخوله وهذا ودون التفات إلى مطالبنا وطلب الشعب المغربي سواء فيما يتعلق بالضرائب وما يتعلق كذلك بالحريات وما يتعلق كذلك بالأجور وبتنظيم كذلك نظام التقاعد على المستوى الوطني من أجل أن يشعر المواطنون براحة واطمئنان في نفوسهم على وعلى مستوى أجورهم وعلى مستوى حياتهم اليومية. ولذلك قررنا هذا اليوم وعلى مستوى تطوان كذلك قررنا على مستوى الإقليم ديال تطوان أنهم الآن مشاركون في هذه الندوة من مرتين ومن المضياق ومن ودلة ومن جميع الناحية الإقليم ديال تطوان للحضور في هذه الوقفة وإن كانت رمزية ولكن عندها دلالتها وأنكم تعرفوا أنها محاطة بمختلف رجال الأمن ورجال السلطة حفاظا على الأمن وهذا ومع ذلك أننا لا نريد منها التظاهر ولا احتجاج في الشارع ولا خلق فوضى ولا خلق متاعب لهؤلاء لرجال الأمن ولرجال السلطة بقدر ما نحتج على الحكومة على هذه الزيادات وعلى عدم استماع لنا لهذه السكرتارية الوطنية للشعب المغربي وتحية وشكرا. تحية للجميع يعني تلبية للنداء اللي دعته الجبهة الاجتماعية يعني بمدينة تطوان كفاعلين حقوقيين من مدينة المضياق جينا نلبيو النداء خصوصا بان هذا الاشكال ديال ارتفاع الاسعار هو اشكال كيخص المغاربه كاملين والمنطقه ديالنا منطقه تطوان او عماله المضياق الفنيداق المنطقه اللي تضرت بشكل كبير خصوصا بعد اغلاق يعني معبر ديال الباب ديال الديوانه معبر طراخال خصوصا وفي غياب تام ديال البدائل الاقتصاديه وارتفاع البطاله بشكل كبير وايضا يعني ظهور مجموعه ديال الظواهر الاجتماعيه من داخل المدينه خصوصا يعني عرفت المنطقه ايضا بسبب ديال البطاله وبسبب ديال ارتفاع ديال الاسعار الهجره السريه اللي خلفت مجموعه ديال الشهداء ديال اللي غرقوا في يعني في اللي غرقوا ما بين سبته المحتله في اتجاه سبته المحتله ويعني وكنتمناو بان هاد الاشكال النضاليه هادي تطور في افق الضغط على المسؤولين في هاد البلاد هادي من اجل يعني يقوموا بالتخفيض ديال الاسعار ومن اجل يديروا للناس فين يخدموا وتحيه للجميع. تحيه اليوم كنوقفوا هاد الوقفه الاحتجاجيه اللي دعت لها الجبهه الاجتماعيه المغربيه على الصعيد الوطني وهنا جسدنا هاد الوقفه هذه في مدينه تطوان واللي حجز عدد كبير من المواطنين والمواطنات بمدينة تطوان احتجاجا على الغلاء المعيشة واحتجاجا كذلك على هذه الحكومة اللامسؤولة حكومة الفاسدة حكومة اللي هي ما كتستجبش للمطالب ديال الشعب المغربي وما دخلتش بشكل مسؤول باش انها تخفض الاسعار اللي هي نهكت الجيوب ديال المواطنين والمواطنات كذلك نحمل المسؤولية للحكومة لعدم التزامها ب الالتزامات مع الهيئات النقابيه وندعوها وفتح ما هو على الابواب ان تستجيب للمطالب زياده في 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 الاجور واعاده كذلك النظر في 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 في, في الضريبه على الدخل وكذلك اعاده النظر كذلك في المشروع ديال التقاعد واللي هو مشروع مجحف مشروع اللي هو غادي يعمل على تخريب انظمه ديال التقاعد باسرها. لذلك فنحن نطالب الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع وأننا في الجبهة الاجتماعية المغربية سنواصل النضال وسنواصل الكفاح حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتحية للجميع.